السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، مباشرة من مدينة تمارة. مدينة تمارة اللي كتعرف تغييرات كبيرة في الآونة الأخيرة، بزاف الحويجات اللي وقعوا، فكنتمنى الله تكون في صالح المدينة وفي صالح الساكنة. كل شيء تفاجأ في الآونة الأخيرة بالقرار ديال إيقاف عامل عمالة تسخير التمارة. يعني شفنا مجموعة من الأمور اللي استبشرات مع الساكنة خير، فكنتمنى وكنتمنى من الله كل شيء يكون في نفس الاتجاه والنهوض بمدينة تمارة ونشوفوها حلة جديدة بمرافق بطرقان بزاف ديال الحويجات اللي تكون إيجابية. غنهضروا على اخر مستجدات ديال ملف قاطيني دور الصفيح، واللي كنبغيو ناكدوا انه الايقاف ديال عام العماله تسخير التمارة ليس له اي تاثير على الملف ديال دور الصفيح وما عنده حتى علاقه، لان الناس قال لك واش ما بقاش الهدم، واش ما بقاتش القرعه، واش ما بقاتش هذه، فكنبغيو ناكدوا لكم ان عمليه الهدم مستمره. عمليه الهدم مستمره فيما يتعلق بالبراريك، رابوا ازيد من 8 البراكات اليوم، 8 الاسر مشاو التحقوا بمدينه الصخيرات، نفس الاجراءات كتريب كتمشي للمقاطعه اللي انت تابع لها كدير التزام، حتى لو كانت عيط لك النوطيره عاد كتمشي تقاد مع باقي الاجراءات تخلصها وتاخذ الوريقات ديالك. يعني نقطه اللي كانت ايجابيه فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات قبل التوجه لمدينة الصخيرات. الملحقات الإدارية اللي فيها عملية الهدم حاليا هي الملحقة الإدارية الثانية والملحقة الإدارية السادسة والملحقة الإدارية الثالثة. قريبا غادي نشوفوا ملحقات إدارية أخرى كتدخل في عملية الهدم، وقريبا إن شاء الله غادي ترجع عملية الهدم بأرقام كبيرة وكبيرة بزاف. كما هو معلوم فعملية الهدم مستمرة نفس الإجراءات، لكن هناك أسر مكلومة، أسر اللي ما عندهاش ما تقدم ما توخر، فكنتمنهم الله أن السلطات المحلية تلقى شي صيغة لهاد الأسر وهما كيعرفوهم حق المعرفة. الأسر اللي كانوا كيمشيو مساكن باش ياخذوا القفة ويتسنى والمساعدات ومجموعة من الأمور، فما كنظنش غتكون عندهم 40,000 درهم باش يمشيو للكريدي، او لا تكون عندهم 11 مليون باش يخلصوها كاش ويمشيو للسكن ديالهم. واللي عنده هاد الفلوس وغادي يبقى في البراكه والتكرفيس فهذه كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. نتمنهم الله الخير والتيسير، ونتمنهم الله انه يجي فرج لهاد الناس هادو، وتكون شي صيغه كيفاش تيسر الامور، لان انا متاكد الا تلقات واحد الصيغه بحكم كاينه 8 مليون كريدي كون كانت 10 فلا ربما غنشوفوا أسر كبيرة غتمشي في أسرع وقت، الناس عندها إشكال في هذاك التسبيق ديال 2 مليون، حتى بالنسبة للنوطيرة فراه بقات من بعد تتعيط عاد تقاد، إن شاء الله الأمور ماشي مشكل. غادي تبقى المسألة ديال السانديكو والموضوع في هذه العملية ضرورية، خصوصا كنهضرو على الدول ماشي حاجة اللي هي مهمة. نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. هذه من جهة أخرى الكل ينتظر بفارغ الصبر أصحاب الشكايات، الكل ينتظر أصحاب الشكايات، وهذه رسالة للسلطات المحلية. كنتمنهم الله أن المشكل ديال أصحاب الشكايات يتحل في القريب العاجل، أصحاب الشكايات يتحل المشكل ديالهم في القريب العاجل. علاش؟ لأننا كنلقاو براكة ديال الأب والأم، وكنلقاو البراكة حداها لاصق عليها ديال الدري ولدهم بابو بوحدو ودافع الشكاية، ولا كنلقاو البنت بابها بوحدها هي ولدها وعاب دايرة الشكاية. فهاد الحالة كيبقى توقف ديال عملية الهدم، وكتبقى الأمور يعني كتمشي بواحد البطء اللي ربما يقدر يأثر على العملية. فكنتمناو من الله أن المشاكل ديال أصحاب الشكاية تحل، اللي غادي تعطينا عملية هدم ميسرة، واللي غادي تعطينا أرقام كبيرة إن شاء الله في العملية، ونتمنهم الله الخير للجميع. أصحاب الشكايات شكون هما؟ أصحاب الشكايات هما واحد الناس
اللي نهار دار الإحصاء كانوا حاضرين، منهم اللي كان حاضر ومنهم اللي ما كانش حاضر، كان في الخدمة، وكاين اللي منهم كان مسافر، وكاين. فهنا كنبغيو نأكدوا للجهات المسؤولة فيما يتعلق بالمسألة ديال غير قاطن، فهذا المصطلح ديال غير قاطن، وانا كنت في خدمتي ووليداتي في الدار، فأمور صراحة كتضر في الراس، ما غير مقبولة بالمرة. كنتمنى من الله أن هذه الإشكالات تحل إن شاء الله. وأكيد أكيد صراحة شفنا يعني ناس اللي عندهم الكلمة ديالهم، ناس اللي كيتواصلوا مع المواطنين فيما يتعلق بالسلطات المحلية. فالحمد لله كاين وعود أنه إن شاء الله حتى شي واحد ما غادي يضيع ولا كيستحق شي حاجة غادي ياخذها، وإن شاء الله كل شيء غادي يتعالج بجهد الله. الاشكال ديال الناس صحاب الملك اللي عنده الملك راه ما خداش، وكاينين اوصار اللي عندهم الملك وفسخاش معاهم النوطيره، العاقد وردوا فلوسهم. نتمنى من الله انه يكون شي فراج، يكون شي صيغه، لان صراحه كنا هضرنا على المساله ديال الملك، هضرنا واحد الوقيته على واحد في البراكه كيتقاتل باش يوفر لوليداتو واحد السكن، حتى كيتفاجئ انه ما غيستافدش من هادشي ديال دور الصفيح. في الوقيته اللي تقاتل باش يوفر واحد الشقه جا هادشي ديال الاحصاء، كيلقى راسو ما غاديش يستافد مع العلم، حفى عينيه في البراكه، خدم ليل ونهار باش يوفر واحد السكن. فنتمنى من الله تكون شي صيغه اللي هي مزيانه، لان ما يمكنش كنهضروا على الاب والام وليداتهم صغار وواحد كبير مقبل على الزواج، وهذا او لم تزوج زواج جديد، وهذا ومرته راه ولدات دابا من نهار الاحصاء دابا مرته ولدات، ما يمكنش نهضروا على 6 الافراد 7 8 غيمشيو في براكه وحده او 9 10. فرجاء رحمه بقاطن دور الصفيح باش الامور تمشي مزيان، والناس حتى واحد ما بغينا يضيع صراحه، ما بغينا حتى شي واحد يضيع، والله يسخر الامور. دائما في اطار التتبع ديال ملف قاطن دور الصفيح اللي غنواكبوه معاكم ان شاء الله لحظه بلحظه، وغادي نقربوكم من كل كبيره وصغيره. كما كتشوفوا معنا كنحاولوا نعطيوكم الموضوع، وفي نفس الوقت كناخذوكم في جوله بالجنبات ديال مدينه تماره. هنا شارع طارق بن زياد، هنا مجموعه من النقاط اللي هنا شارع طارق بن زياد، هنا الطريق الموازي لشارع طارق بن زياد. نتمنى من الله الخير والتيسير للجميع، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.